السلام عليكم اخوان، اتمنى العيد يكون داز بخير وعلى خير. هذه هي الصفوه اللي كنت كنهضر لكم عليها، يعني دائما كنقول لكم راه ما كاينه الصفوه، الصفوه قليله، كاينه شويه الصفوه، ولكن الصفوه بمعنى الكلمه هي دي اللي غتشوفوها ان شاء الله في هذه الفيديوهات، والاخص في هذا الفيديو. المهم الفيديوهات كاملين القادمين ان شاء الله غتكون فيهم الصفوه، بما ان الصفوه كاينه يعني الفرجه غادي تكون ان شاء الله. الفرجه يعني من ناحيه الحصيله، من ناحيه المناظر، يعني سبحان الخالق، يعني في قاع البحر، يعني كيف ما كتشوفوا يعني التضاريس كيفاش مديره. واول فرجه غتكون مع سمك الميرو، يعني من كتكون هاد الصفاوه بحال هكا يعني كنحاول كتكون الصيده ديال الميرو والباديخ. هنا كما كتشوفوا هي سمكه ميرو، ما شاء الله يعني الحجم ديالها راه كبير، يعني سمكه ميرو كبيره، ولكن بما ان لا فيزيبيليتي كاينه مزيانه، يعني الصفاوه كاينه كثيره، هنا راه البعد يعني كان بعيد عليا بكثر من 10 الامتار يعني باش شفتو. هنا كما كتشوفوا يعني ها هو دخل الجحر، وانا جيت كنقلب على حساب الجحر اللي كاين فيه. هنا كما كتشوفوا يعني كاين عده جحور صغار، يعني حاولت نشوفهم كاملين، وانا تاكدت قبل انه ما خرجش من هاد من تحت هاد الكاسكيطه كما كنقولوا. يعني هنا كما كتشوفوا هو فين لقيت مخبي. هنا كانت الضربه القاضيه، كما شفتوا حطيت يدي على الكاميرا، كان حسب ليا كانت طافيه بغيت نشعلها، ولكن هي كانت شعلة وطفيتها. انا عاودت شعلت انا باش تشوفوا اللقطه مزيان. ميرو ختام هابسك هكر مارود. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. خليت الفيزيو، خليت كل شيء يتبع دار بعد. تعطلت في الوقت، تعطلت جوج دقائق، خليت كل شيء وطلعت. انا راه غنعاود نجبدو. هبطت تحت بغا يخدم لي الكاميرا، يوم اللي كل شيء مغيز لي على الفيرو هذا، مشي بحال الكوردي. قلت صافي خليت نعاود هبط لي، تخلي لي هنا. ويلي محشومه شحال. كيف ما سمعتوا يعني كان ختامها مسك، لان هذه اللقطه الاخر الفيديو حاولت نديرها هي الاولى باش تكون الفرجه من الاول. والمساله الثانيه هو انني كنت هبطت والكاميرا ما خدمتش لي، وعاود طلعت حتى عاود خدمت الكاميرا، عاد هبط باش نسجل هذه اللقطه، لان في الاول هبط تاكدت انه راه ما ميت، يعني مقتول، يعني مضروب بالضربه ديال الكاو. وهنا عاود خدمت الكاميرا باش يكون المنظر ليكم، باش تعيشوا تشوفوا اللقطات كاملين. هنا كما كتشوفوا الفيزي، خليت حاول نخلي كل شيء، يعني خليت الفيزي كما سمعتوا في الخيوار، خليت الميرو، خليت كل شيء، لانك دوزت وقت طويل معه، يعني وصلت لجوج دقائق وجوج ثواني على ما اظن في هاد لابني. داكشي علاش يعني حاول نخلي كلشي. وهادشي هو اللي كنت كنهضر لكم عليه من النصائح اللي كنت كنعطيكم، يعني دائما الا حسيتوا براسكم دايرين لي فور ولا غتدخلوا في الريسك، حاولوا تخليو كلشي. مثلا كله راه كيبقى في نفس المصير، يعني ما عنده فين غادي يمشي. كما كتشوفوا انا عاود هبطت قبل من هذه، شفتو تأمنت يعني انه راه في نفس المكان. من بعد عاود هبطت، كما كتشوفوا انا طالع مرتاح، يعني ما هنا كان العمق 29 متر، اللي كان العمق اللي كان فيه هاد الميرو. والصفاور كتلعب دور كبير، يعني راه كيف ما كتشوفوا يعني الصفاور اكثر من 10 الامتار ولا 15 متر اللي كتبان به لا فيزيبيليتي. الحمد لله كان صيد موفق هاد النهار، وفي الايام اللي قبل منه تاهي كان صيد اكثر من موفق. يعني سجلت لكم شي فيديوهات اللي سنين وانا كنتمنى انني نلقى ديك الصفاوه في ديك البحر. هنا كما كتشوفوا يعني العمق راه 23 متر. الصفاوه كما كتشوفوا الميرو راه كيبان من بعيد، يعني راه كيبان صغير، ولكن الحمد لله راه الوزن ديالو كبير. وهذا الشيء كله يعني في مصلحتي انايا، كنت كنصيد مرتاح، في مصلحتكم باش تقبل لكم الصفاوه مزيانه. يعني الفيديوهات اللي كنت كنتسنى من سنين يعني باش نبدا نصورهم بهذا الكاليتي، الحمد لله يعني كانت الصفاوه اللي نادره باش كتكون عندنا في المنطقه ديالنا، وكانت فرجة زوينة، كانوا فيديوهات زوينين، والقادم أحسن. لأن يعني كاين الفرجة، كاين جميع أنواع الأسماك، يعني كان عندي واحد الروكور في واحد السمكة محبوبة ديال الصيادة كاملين، وصعيبة في الصيدة ديالها، كان عندي روكور شخصي ديالي معها. وكانوا جميع أنواع الأسماك، كان الدرعي، كانوا أسماك الساريول قبل من هذا الفيديو، يعني اللي ساريول الكبار. واحد النار يعني ضربت أنا 5، والصديق ديالي ضرب وحدة هي 6، ما شاء الله. كاين يعني جميع انواع الاسماك واكثر من هذا. هنا كما كتشوفوا واحد الباديخو،
انا كنت غادي باش نضربو تخبى ليا مع الحجر. هنا غادي ناخذ يعني بحكم التجربة يعني كتعرف الاتجاه اللي غادي فيه وكتاخذ الموقع يعني من غادي تضربو، والحمد لله ويسر فيه الله. ولكن الدور الكبير هو ديال الصفاوة، ملي كتكون لا فيزيبيليتي كتكون مرتاح في الصيدة، والأسماك أنت كتشوفها قبل ما تشوف كيا كيما شفتو في الميرو. يعني الميرو أكثر من 10 الأمتار باش بعيد مني، وكان غادي كيتخبى. يعني كون مكانش الصفاوة والشو مغاديش نعرفو راه كاين. نقدر نهبط ونقول راه مكاينش الميرو، هو راه مشى تخبى في الجحر ديالو. هنا كيما كتشوفو يعني هذا العمق يعني 27 متر كان هاد الباديخو. والباديخو راه ساهل في الصيد ديالو بالمقارنة مع الميرو، يعني الضربو يكون سهل في الصيد ديالو، ماشي بحال الميرو الا ما كانش الضربه مزيانه ولا ما كانش عاطيك الراس يعني ما خاصك تضرب، لان يعني كيدخل في الجحور وكيتخبى مزيان، وكما كنقولوا كيتنفخ يعني كيدخل الجحر كيتجمع وكيدخل الجحر صغير، الفم ديال الجحر كيكون صغير، ولكن كيدخل الداخل كيولي صعيب انك تجبده من داك الجحر. عكس الباديخو، الباديخو اول جحر ولا اول شق ولا اول يعني الشقوق اللي كيكونوا في الصخور كيتخبى فيهم، يعني كيبقى قريب منك. الحمد لله يعني هاد الباديخو كانت فيه تقريبا 4 كيلو 700، والميرو كانت فيه 11 كيلو. غادي ان شاء الله تلاحظوا الفرحه ديالي يعني بالصيد في الصفاوه، يعني الصيد في لا فيزيبيليتي، يعني الفرحه ديالي كبيره. علاش؟ لان الفيديوهات ديالي كاملين كانت الحاجه الوحيده اللي ناقصه فيهم هي الصفاوه. يعني كاين الاسماك كثيره، كاين الاسماك كبيره، كاين الفرجه، كاين المتعه، كاين المعلومات، كاين النصائح، ولكن كان المشكل الوحيد عندي هو لا فيزيبيليتي. حيلهم من الباطو هادو شدو من القرد هذا. الاول ورا الثاني تاهو الثاني هنا هذا اللي واصلين لهنا مباشرة من واحد لهنا. كيف ما شفتو اكباش العيد الناس ما لاقياش الشريه وهما غير مليوحين في البحر العديد منهم. هذه بوريكيتي غنية عن التعريف وعزيزة عليا بزاف الصيدة ديالها وسهلة. كيف ما قلت لكم يعني اكباش العيد يعني كانت العديد من الاشباك، فيما كندخل كنلقى جوج ثلاثة اربعة الاكباش اللي مرميين في البحر، والعديد من الاصدقاء هما لاحظوا هذه المسألة. واحد من النقطة مهمة نيت نهضر عليها يعني بالنسبة للأكباش، يعني الأغلبية ربطوهم بالقرش بالركان باللاركية كلهم كما كتشوفوا. يعني الأكباش بحال هكا كتبقات فوق البحر يعني من بعد يومين لقيتهم خارجين يعني الشط البحر، يعني البلاصة لابلاج من كندخلو. ولدرجة الكلاب يعني الكلاب كتشوف في الحوالة وكتدور حداهم ومقدرش تاكلهم، يعني واش الرائحة كارهة كانوا مازال ما مفرقينش، واش يعني الكلاب اللي معروفه كتاكل يعني الاغنام الميته ما كلاتهمش، يعني كيفاش غياكل هذاك الركن؟ هذه معلومه انا ما اظنها تكون خاطئه. ممكن الابقار كانوا كيهضروا عليها قبل يقدروا ياكلوا الابقار والله اعلم، ولكن الاغنام ما لاحظش، لان يعني اغلب الاكباش يعني في مده 10 ايام وانا كنلقى الاكباش، يعني واحد 4 ايام ولا 5 ايام وانا كنتلاقى بهم، يعني اكثر من 10 ايام وانا كندخل البحر، المهم شي 4 ايام تقريبا وانا كنتلاقى الاكباش. ما عمري ما لقيت شي واحد يعني موكول ولا معدود ولا واكل الاسماك ولا والله اعلم، يعني ما متاكدش من هذه المعلومه. المهم الاخوان ما يربطوش، لان الاغلبيه كيبقوا يسولوني على الروكان على لوركا على بزاف المسائل، واش ما كنتلاقاش بهم في البحر؟ راه ما كنتلاقاش بهم، كل اسماك عند البيئه ديالها عند المناطق. كيخرج لوركا خارجه بزاف في الشمال،
في هذه اللقطة اللي كتشوفوا دابا، يعني نعطي واحد المعلومة مهمة ونعود نرجع للموضوع ديال الكرش والأورك. بالنسبة للإخوان هنايا كيوقع لي واحد المشكل بزاف المرات، هو الخيط ديال الصندو، الخيط ديال الموليني كيتقبل لي على الصندو، وهاد المشكل كيوقع للأصدقاء بزاف. وباش نتفادى هذا المشكل وبالأخص في الأعماق الكبيرة، يعني ضروري من المولين ديال اليد، يعني ضروري شي حاجة اوبليكاتوار كاع اللي كيتصيد في الأعماق، يعني اللي أكثر من 6 ولا 7 الأمتار، يعني ابتداء من 10 الأمتار والفوق، ضروري من المولين ديال اليد باش ما يلقاش مشكل. بحال دابا أنا وقع لي المشكل، أشنو غادي ندير؟ يعني في العوض اللي غنخاف نضيع الفيزي ديالي ونضيع السمكة، وبالأخص السمكة ما كانش مضروبة مزيان، ما كانش شادة الفليشة مزيان، يعني خفت نبقى نجبد عليها بالجد وتخلع منها الفليشة. شنو درت؟ طلقت الفيزي وطلق خليت السمكة يعني مرتاحة، ولصقت المولين ديال اليد في الفيزي كما كتشوفوا، هو فين هو، ها فين كتلصقوا في الفيزي. صافي كنضرب هذاك سميتو الحلق، كنلصقوا فيه في الفيزي وكنخليه، وكنطلع لفوق كيبقى يتحل المولين ديال اليد، وكنطلع على راحتي، يعني ما كنلقاش مشكل كما كتشوفوا الخيط كيفاش متخبر على الصندوق، وكنطلع لفوق ورا بطريقه سهله انه باش يتفتح. ولكن ملي كتكون في الاعماق كبيره وكتكون في الانفاس الاخير، يعني ما خاصكش تزيد ثانيه زيده فك، يعني ما خاصكش تزيد ضيع الوقت اكثر. ولا بقيتي جابد على السمكه بالجد تاني نفس المشكل، يعني تاني غيضيع لك السفل بزاف. وكما كتشوفوا الموليني فاش طلعت الفوق، راني كيف ما شفتوا طلعت الخيط في الماء باش ما يتخبلش، يعني باش ما يتخبلش. وعاد خديت السمكه على خاطري كما كتشوفوا السمكه، يعني دخلت الفليشه مزيان وحكمت السمكه ديالي، وغنطلع ونجمع الموليني على خاطري. ولكن الدور ديالو كبير، يعني اعتقني بزاف المرات من العديد من الحوادث هاد المولين، يعني ضروري يكون صاحب الاخوان بزاف يستعملوه. انا كما كتشوفوني ملي طلعت السمكه وطلعت انا فوق الزوديك، انا كنجمع المولين على خاطري، يعني هذا المولين ديال اللي ضرب بحال اللي عندك المولين ديال الفيزي، يعني وقع لك مشكل في الفيزي، ولا بعض الاحيان يقدر يكون يعني شي سمكه كبيره ممكن انك تاخذ لك الخيط بزاف، يعني بحال السمكه ديال السيريول يعني كتكون صحيحه بزاف كتاخذ الخيط بزاف. ممكن انه يخوي لك الموليني كتزيد هاد الخيط ديال اللي في الموليني ديال اليد. هنا كيف ما كتلاحظوا، يعني هذا مصيد اخر، هذا المصيد اللي الحمد لله كانت فيه حصيله ممتازه من سمك السيريول، واللي نادرا فين بقيت كنشوفه، يعني مابقيتش كنشوفه بزاف، يعني قليل فين كنشوفه مؤخرا. يعني كنصيد سمكه في السنه الماضيه، صيد 2 سمكات ولا 3، هاد السنة الحمد لله يعني الحصيلة غادية ممتازة. أنا واحد البلد كبير تبارك الله، يعني ضربته من بعيد ولكن ما كانش من النصيب لأنه كان بعيد بزاف. كما كتشوفوا يعني الصفاوة كثيرة، كما كتشوفوا يعني أنا كنجي فوق الصخرة، وفي قاع الصخرة فين كتبان لكم الرمال راه كاينة أكثر من 10 الأمتار، يعني ما بين رأس الصخرة وقاع الصخرة، يعني عند الرمال فين كنشوف أنا، فين كتشوفوا دابا يعني فين الرمال وفين واقف أنا، راه أكثر من 10 الأمتار، يعني كتبان المسافه راه قريبه. هنا الاخوان يعني بقيت كندير لاكاشو على حساب الاسماك الكبيره، يعني على قبل لي سيريول، على قبل الاسماك الكبيره. في هذه اللقطه ما غادي تجي حتى شي سمكه كبيره. المهم نرجع للموضوع ديال القرش الركان وديال الاورك. بالنسبه للركان الاخوان، يعني الاغلبيه كيسولوني كنصيد في هذه الاعماق الكبيره، كندخل البحر بزاف، يعني هنا في هذا المصيد الدابا راني داخل 10 كيلومتر من الشط، يعني 10 كيلومتر من الكوشطه من الساحل. والحمد لله يعني كاين صخور عالية، يعني كتبدا من 23 24 متر، 27 30، وهابطة حتى ل 44 46، ولكن الأغلبية أنا كنصيد في رأس الصخور كما كتشوفوا. هنا تقريبا راه كانت يعني شي 26 27 متر، يعني كنصيد الأغلبية ما بين 23 24، الماكسيموم يعني 30، هادو هما الأعماق اللي كنصيد فيها. كيف ما كتشوفوا يعني الصفاوق اللي هضرت عليها لا فيزيبيليتي مزيانه، وكتخلي لك الرؤيه واضحه مزيان. ورجع للموضوع ديال اللورك والركان، يعني الاغلبيه كيبقاو يسولوني عليه واش ما كتلاقاش بيه. انا هنا تقريبا في البيئه اللي كنقولوا يعني البيئه ديال الماء ديال 40 متر ولا 50 متر، 40 متر الاغلبيه ما كيكونش فيها الركان، يعني في المنطقه اللي حنا فيها، يعني على حساب المناطق، يعني الركان كيعيش في الماء البارد، يعني في الاعماق اللي كتعدى يعني ال 50 متر. وهاد الاعماق يعني خاصك تدخل واحد 15 كيلومتر عندنا حنا في المنطقه ديالنا باش توصل لهاد الاعماق. عكس الشمال، الشمال يعني في راس الشط يعني تقدر تزيد غير 200 متر ولا 300، تقدر تلقى 100 متر ولا 200 متر ولا اكثر من 200 متر ديال الاعماق.
وهذا الشيء اللي كيخلق البيئة المناسبة للورك والروكان. نتمنى الإخوان يعني اختصرت بعض الموضوع، وهذا الموضوع مازال غادي نهضر ليه إن شاء الله بالديتاي. والسبب الرئيسي ثاني ديال اللورك اللي كيخليها تهاجم هو الأسماك اللي كتكون في القوارب والأبناء ديالها. إلا وقع شي مشكل للأبناء ديالها كيكون هذا هو المشكل كيخليها تأتاكي. الحمد لله ما كاينش شي حوادث ديال في المغرب، من غير الحوادث اللي وقعوا في شمال المغرب لحد الساعة، وفي جنوب المغرب تاني راه كاين اللورك وكاين الروكان. في الوسط يعني فين كنصيد الحمد لله ما عمري ما شفتهم. وللحديث بقية في هذا الموضوع، إلى اللقاء، خليت لكم الراحة، إلى الفيديو القادم إن شاء الله.